أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أنه في إطار تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، عملت الوزارة على توفير حزمة من الأراضي الحكومية وإدراجها ضمن خطة زمنية للتنفيذ من قبل شركات التطوير العقاري في البحرين بهدف التوسع في خيارات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. جاء ذلك لدى حضور سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورشة العمل التي نظمتها الوزارة وبنك الإسكان حول مستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحضور عدد من مسؤولي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة وشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات وعدد من البنوك والمصارف التجارية في المملكة. وقالت الوزيرة الرميحي أن هذا البرنامج يوفر فرصا واعدة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيرة للناتج الإيجابي الذي أسفرت عنها تقييم المرحلة الأولى للبرنامج الممثلة في مشروع سهيل الإسكاني بضاحية اللوزي، والذي شهد إقبالا لافتا من قبل المواطنين، ما أسفر عن بيع جميع وحدات المشروع للمواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية. اليوم الهدف من المؤتمر هو تسليط الضوء على برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية اللي يمكن القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع على أراضي وزارة الإسكان لخدمة المواطنين بأسعار تتماشى مع التمويلات. والهدف من المؤتمر اليوم هو جمع جميع الجهات ذات الخبرة في هاي النوع من المشاريع من بنوك ممولة، شركات تأمين، جهاز اللي هو جميع الجهات المتعلقة، يعني عشان نوفر هاي الفرصة لجميع المطورين أن يشاركوا خبراتهم مع بعضهم البعض. اليوم كانت فرصة جدا ممتازة للاطلاع على آلية تعاون، آلية العمل مع وزارة الإسكان من قبل المطورين، خلينا نقول المستثمرين العقاريين اليوم بدهم في إشراكة في مشاريع الإسكان. اليوم احنا اطلعنا أيضا على بعض المناطق اللي وزارة الإسكان عندها نية تطرحها في المستقبل إن شاء الله على السنة الحالية مثل ما يقولون. وهذه المشاريع أنا أتهيألي فرصة جدا ممتازة للمطورين والمستثمرين العقاريين وأصحاب العقارات نفسها للشراكة مع القطاع الخاص والحكومة في تطوير المشاريع الحكومية المخصصة للسكن الاجتماعي وللمواطنين.